كيف تكتب؟ حضرتك لو فتحت اي حجاب اقلهم تحريف للقران، اقل حجاب تحريف للقران، يكتب القران ليس بتشكيل، مفيش تشكيل ولا نقاط ولا، ويحرف في القران. وقد يكون هذا الحجاب سحر، لان فيه نوع من انواع السحر، سحر بتحريف القران، السحر نفسه بتحريف القران بقلب آيات الشفاء أحيانا، سحر المرض، نسأل الله العفو والعافية أن يعافينا جميعا، يقلب آيات الشفاء بالمرض، هذا سحر بالمرض. بعضهم الحجاب ليس فيه شيء، يضع فيه بعض الـ الـ البرسيم وحبة الحصى، يعني بيضع فيه بذور وهو ليس فيه شيء. وطبعا بعض الناس بيضع له الحجاب ويلفه بلفة كويسة ويربطه ويقول له لا تفتح هذا الحجاب، إن فتحته يقع عليك الضر. بعض الناس تصدق في هذا الكلام إلى الآن.